علاقة الجهاز الهضمي بالدماغ. تتأثر صحة الجهاز الهضمي عموماً بالحالة المزاجية للإنسان، فمشاعر الحزن والقلق والغضب وحتى البهجة تنعكس على شكل اضطرابات مختلفة بالمعدة والأمعاء. لكن ما هي علاقة الجهاز الهضمي بالدماغ؟ وكيف تؤثر عليه؟ وهل من الممكن علاج الاضطرابات العقلية عن طريق الجهاز الهضمي؟ نظرة عامة على علاقة الجهاز الهضمي بالدماغ. إن علاقة الجهاز الهضمي بالدماغ واضحة على المستوى الوظيفي للجهاز الهضمي، فمجرد التفكير بالأكل يحفز إفرازات المعدة للاستعداد لتناول الطعام وهضمه. لكن هذه العلاقة تمتد لأكثر من ذلك، حيث تتخطى المستوى الوظيفي المتعارف عليه. فكما تؤثر الحالة المزاجية للإنسان على فاعلية الجهاز الهضمي وأدائه، تؤثر صحة الجهاز الهضمي على الصحة العقلية. إذن فالعلاقة بين الحالة الشعورية والجهاز الهضمي تبادلية، فقد يسبب القلق والاكتئاب اضطرابات في الجهاز الهضمي، أو قد يحدثان نتيجة أمراض الجهاز الهضمي. لهذا فلابد من أخذ هذه العلاقة بعين الاعتبار في حالة وجود أمراض الجهاز الهضمي غير الناشئة عن سبب عضوي، حيث لا يمكن علاج هذه الحالات بمعزل عن دراسة المشاعر المولدة لها. من ناحية أخرى، قد تمكن العلاقة بين الجهاز الهضمي والدماغ من علاج بعض الاضطرابات العقلية كالقلق والاكتئاب عن طريق الاهتمام بصحة الجهاز الهضمي. توظيف علاقة الجهاز الهضمي بالدماغ لعلاج الاضطرابات العقلية والهضمية. كان لابد للعلماء من توظيف العلاقة بين الجهاز العصبي المركزي الذي يحكمه الدماغ والجهاز العصبي الداخلي المكون من بطانة الجهاز الهضمي. إن إرسال الجهاز الهضمي المضطرب إشارات معينة إلى الدماغ تؤدي إلى أحداث التغيرات المزاجية. هذا يوضح سبب معاناة مرضى القولون العصبي من القلق والاكتئاب على سبيل المثال. وتشير الدراسات إلى أن آلام الاضطرابات الهضمية تكون أكثر حدة لدى المرضى الذين يعانون من مشاكل عضوية بالجهاز الهضمي، حيث يكون الدماغ أكثر تجاوباً لإشارات الألم القادمة من الجهاز الهضمي. بالمقابل تزداد الاضطرابات الهضمية عند هؤلاء المرضى نتيجة التوتر، ويزيد ذلك من حدة ألمهم. بالإضافة لذلك، من الضروري أن يكون الجسم بحالة من الاسترخاء والراحة لحدوث عملية الهضم، حيث تمكن هذه الحالة الجسم من إفراز العصارة الهاضمة وامتصاص الطعام. وبالتالي إن عدم تمكن الجسم من الوصول لحالة الاسترخاء المطلوبة يعيق عملية الامتصاص، مما يصعب امتصاص المواد الغذائية والمعادن والفيتامينات الضرورية لصحة الجسم. لذلك يعمل الأطباء على توظيف هذه الاكتشافات المتعلقة بعلاقة الجهاز الهضمي بالدماغ. فعلى سبيل المثال، قد يعطى المريض الذي يعاني من الاضطرابات الهضمية مضادات الاكتئاب لتهدئة الخلايا العصبية للجهاز الهضمي، كما قد ينصح بالعلاج السلوكي المعرفي للقضاء على أسباب القلق، أو من الممكن مراقبة العادات الغذائية وتحسينها لإحداث النتيجة المرجوة. فقد أظهرت العديد من الدراسات أن علاج اضطرابات الجهاز الهضمي بطرق نفسية قد حقق تحسناً أكبر بالمقارنة بالعلاجات الدوائية التقليدية. بالمقابل، يمكن تحسين الحالة المزاجية للأفراد وتقليل إحساسهم بالتوتر والقلق الناتج عن اضطرابات جهازهم الهضمي عن طريق تحسين صحة الجهاز الهضمي. كما كشفت الدراسات الحديثة عن وجود نوع معين من بكتيريا الأمعاء تتغذى على المواد الكيميائية التي يفرزها الدماغ، حيث تستهلك هذه البكتيريا ما يعرف بجابا، وهو مركب مهم لتهدئة الدماغ. فقد اكتشفت جامعة نورث إيسترن في بوسطن نوع بكتيريا تدعى KLEI1738، لا يمكن أن تنمو إلا بوجود مركب جابا، وهذا بحد ذاته دليل كاف على علاقة بكتيريا الأمعاء بمزاج الإنسان، حيث ترتبط المستويات المنخفضة للمركب جابا بالاكتئاب وتغييرات المزاج. لاحظ العلماء اختفاء هذا التأثير عند قيامهم بإزالة العصب المبهم جراحيا، والعصب المبهم هو الذي يربط ما بين الجهاز الهضمي والدماغ. هذا دليل آخر على علاقة الجهاز الهضمي بالاضطرابات العقلية.
وفي دراسة أخرى أجريت على الفئران تم الكشف عن نوع آخر من البكتيريا يدعى لاكتوباكيلوس رامنوسوس. تؤثر هذه البكتيريا على نشاط مركب كابا بشكل ملحوظ، مما يؤثر على توتر الفئران. عموماً يشجع هذا النوع من الاكتشافات على الاستفاضة بدراسة لعلاقة الجهاز الهضمي بالدماغ، فمن الممكن اكتشاف بعض العلاجات التي تستهدف بكتيريا الأمعاء لعلاج الاضطرابات العقلية كالقلق والاكتئاب. لكن تجدر الإشارة إلى أن الدراسات والإجراءات المتعلقة ببكتيريا الأمعاء وعلاقتها بالاضطرابات العقلية قد لا تؤدي لحل جذري بهذا الخصوص، إلا أنها بالتأكيد ستؤدي إلى تحسين مستوى حياة المريض وتحقق نتائج مرضية. دراسات مستقبلية حول علاقة الجهاز الهضمي بالدماغ. كشفت الدراسات أن علاقة الجهاز الهضمي بالدماغ قد تتجاوز تأثيره المتعلق بالاضطرابات العقلية، وقد يمتد التأثير على الذاكرة والتفكير، إلا أن هذه الدراسات تتطلب المزيد من البحث للتعرف على طبيعة العلاقة والاستفادة منها. يسعى العلماء كذلك للاستفاضة في دراسة التفاعل بين الإشارات العصبية وإفراز الهرمونات وبكتيريا الأمعاء، آملين التوصل لنتائج تؤدي إلى تحسين هضم وامتصاص الطعام والتخلص من بعض المشاكل الصحية المتعلقة بذلك كمرض السكري. كيف يتصل الجهاز الهضمي بالدماغ؟ بداية يجب تعريف الجهاز الهضمي للإجابة عن هذا السؤال. يتكون الجهاز الهضمي من جميع الأعضاء التي تسهم بهضم الطعام، وهي المريء والمعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة والمرارة والكبد والبنكرياس. نشير هنا إلى أن بطانة هذه الأعضاء تعتبر الدماغ الثاني للإنسان، حيث يبطن الجهاز الهضمي طبقتان رقيقتان من 100 مليون خلية عصبية تمتد من المريء وحتى المستقيم. يتصل الجهاز الهضمي بالدماغ بطريقتين. الاتصال المادي، يحدث هذا الاتصال عن طريق العصب المبهم، حيث يوصل هذا العصب رسائل الدماغ إلى الجهاز الهضمي وغيره من الأعضاء الحيوية كالقلب والرئتين وغيرها. الاتصال الكيميائي، يحدث هذا الاتصال عن طريق الهرمونات والناقلات العصبية التي توصل الرسائل بين الدماغ والجهاز الهضمي. وهنا تجر الإشارة إلى أن الرسائل المنقولة ما بين الدماغ والجهاز الهضمي تتأثر بالبكتيريا والفيروسات والفطريات التي تعيش في الأمعاء، وتسمى هذه الكائنات بميكروبيوم الأمعاء، وهي من الممكن أن تكون نافعة أو ضارة. ما هي علاقة ميكروبيوم الأمعاء بالصحة العقلية؟ تبين أن هناك علاقة قوية بين الاضطرابات العقلية واضطرابات الجهاز الهضمي المتمثلة بالأعراض التالية: الإسهال، الإمساك، سوء الهضم، الارتداد المريئي، الانتفاخ، حرقة المعدة، الألم والتشنجات. حيث يسبب وجود القلق والاكتئاب تغييرات في ميكروبيوم الأمعاء كردة فعل جسمانية على مسببات التوتر، مما يؤدي لظهور الأعراض السابقة. كيفية المحافظة على صحة الجهاز الهضمي؟ إن علاقة الجهاز الهضمي بالدماغ تعطينا سبباً آخر للحفاظ على صحته. تساعد الطرق التالية على العناية بالجهاز الهضمي وتخفيف أي اضطرابات فيه: الحميات الغذائية المتوازنة. إن تناول الحميات الغذائية المتوازنة والمغذية هي من أهم الطرق للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، فهناك علاقة قوية بين ما نأكل وما نشعر به في جهازنا الهضمي. ولا نريد التطرق في هذا الفيديو إلى أنواع المسموحة وغير المسموحة، ولقد ذكرنا في فيديو سابق حمية الفودماب لصحة الجهاز الهضمي وأهميته لمرض القولون العصبي. الاسترخاء. الاسترخاء مهم للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي نظرا لعلاقته بالدماغ، لذلك من الضروري ممارسة تمارين التأمل والتنفس من أجل الشعور بالاسترخاء اللازم لتحسين عملية الهضم والتخفيف من حدة القلق والتوتر. من الممكن أيضا ممارسة اليوغا والرياضة التي تساعد على الاسترخاء وتفريغ الضغوطات. تظهر الدراسات المختصة بعلاقة الجهاز الهضمي بالدماغ أن التوتر قد يتسبب بنشوء الاضطرابات الهضمية التي لا تعود لسبب عضوي، لذا ينصح المريض الذي يعاني من ذلك بمحاولة حل أسباب التوتر من خلال مراجعة الطبيب المختص. فحتى المرضى الذين يعانون من مشاكل عضوية بالجهاز الهضمي يظهرون تحسناً ملحوظاً عند اتباع أساليب علاج أسباب القلق والتوتر،
كما ينصح كل من يعاني من القلق والاكتئاب بالتركيز على صحة الجهاز الهضمي للتخفيف من أعراضهما.